ينضم لنا عبر الهاتف من الموصل الفريق عبد الوهاب الساعدي، قائد في جهاز مكافحة الإرهاب. سيادة الفريق، مساء الخير، أهلا بك معنا. العمليات ومعركة تلعفر تقترب، فما الاستعدادات لذلك ومتى من المتوقع أن تبدأ عمليات تلعفر؟ مرحبا بكم وبمشاهديكم الكرام. ما زالت الاستعدادات مستمرة من قبل كل القطاعات العسكرية، من وزارة الدفاع والداخلية والحشد وجهاز مكافحة الإرهاب، والعملية مستمرة. أما بالنسبة للتوقيت فهذا التوقيت يحدد من قبل القائد العام للقوات المسلحة. نعم نعم سيادة الفريق، بالنسبة للتوقيت نعم، قطاعات أمنية جاهزين لتنفيذ الواجب، الوقت يحدد من قبل القائد العام للقوات المسلحة. طيب، المعركة حاليا يعني نعلم بأنه قادة داعش وعوائلهم هربوا إلى تل عفر هربا من الموصل وعملية الموصل، يعني قبل انهيار التنظيم هناك وتحرير الموصل بشكل كامل. يعني أصبحت تل عفر هي مكان تمركزهم ومكان اختبائهم بعد أن هربوا. بالنظر إلى ذلك، ما الذي تتطلبه العمليات حاليا؟ يعني العمليات على الأرض هي في مواجهة مباشرة مع أفراد ومقاتلين كثر، وأيضا من ضمنهم قادة في داعش. بالتأكيد الخطة الموضوعة من قبل قيادة العمليات المشتركة خطة محكمة، وسيتم تطهير القضاء بأسرع وقت ممكن. لا تتم عملية حروب واسعة بكون عملية تطهير الساحل الأيمن تمت بتطهير الساحل ولم تبني عمليات حروب واسعة. نعم هناك بعض القادة الذين هربوا من المعارك من معركة الساحل الأيسر أو عند بداية الساحل الأيمن. نعم لدينا معلومات تفصيلية من خلال تقارير المعلومات وتقارير الاستخبارات، وهناك أيضا ضربات جوية على بعض المقرات بالنسبة للمتواجد داخل قضاء تل عفر. نعم، طيب الجغرافيا المنطقة، هل هناك ما يميز تل عفر وهناك من تحدي معين حتى فيما يخص الطبيعة والجغرافيا؟ لا بالتأكيد، يعني ليس هناك تحدي، منطقة هي منطقة مفتوحة إلى حين الوصول إلى القضاء، ومنطقة مبنية وهناك أحياء نظامية موجودة. مهما تكون هي لا تكون أعقد من المنطقة القديمة بالنسبة إلى هاي المنطقة. طيب التسليح والأسلحة التي تتطلبها البنود ومعطيات المعركة؟ بالتأكيد لدينا الأسلحة المناسبة للعمل على، لأنه داعش الآن معنوياته منهارة، فقد الكثير من قادته تم قتلهم، أيضا على أعداد كبيرة منهم تم أسرهم وتم قتلهم، فمعنوياته منهارة ولدينا الأسلحة الكافية والمناسبة للقضاء على المتواجدين داخل القضاء. نعم، الفريق عبد الوهاب الساعدي قائد في جهاز مكافحة الإرهاب كنت معنا عبر الهاتف من الموصل، شكرا جزيلا لك.